أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، تعمل الدولة على إنشاء مدينة العالمين الجديدة. المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، يتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط بمساحة تقدر ب 49 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة. بدأ تنفيذ المدينة في شهر أكتوبر لعام 2016 بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعد الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، فضلاً عن المنطقة الترفيهية، وهي عبارة عن منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة تقدر ب 66.8 فدان، وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج، ويخدمها أربعة أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، وهي مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات. إلى جانب ذلك هناك الممشى السياحي، والذي يبلغ طوله 7 كيلومترات، ويضم مشايات وبحيرة طبيعية، ملاعب ومناطق جلوس ومطاعم. ويوجد بالمدينة جامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العالمين الأهلية، والتي تنفذ على مساحة تقدر ب 128 فدانا. هذا وتضم العالمين الجديدة مشروع الداون تاون، والذي يحتوي على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط. هذا بخلاف مشروع الإسكان المتميز، وهناك أيضاً الحي اللاتيني بمساحة تقدر ب 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق. كما يجرى تنفيذ كومباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان، ويقع ملاصقاً لمركز مارينا العالمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، ويطل على بحيرات مدينة العالمين الجديدة المركزية. مشاهدينا الكرام، استعرضنا لكم مدينة العالمين الجديدة، والتي من المستهدف أن تكون مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تحتوي على كل الخدمات المختلفة التي تحقق جودة الحياة لكل المصريين في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط. شكراً لكم.